السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير طيبين. مقطع اليوم على لعبة أنزاون شابتر 2، طبعا هذا الجزء الثاني. بهذا الجزء راح نلعب أنا وياكم هلأ المهمات تبعيتهم، أنا خالص منهم واحدة وباقي لي أربعة بالقسم الثاني من شابتر 2. قبل ما بلش بهذا المقطع يا شباب، لا تنسوا اللايك والاشتراك لو مشتركين بالقناة وتفعلوا الجرس، ولو عندكم أي استفسارات فيكم حطوا ليها في التعليقات، وفيكم تدخلوا على الديسكورد، الرابط موجود في الوصف. بنبدأ معاكم بالستوري، بنروح على الادفانشر الادفانس تريننج. طبعا نحن وصلنا على الريتيرن تو ريدوود فورست، نحن مسويين منها اوريدي واحدة. كيف تسوي هاي المهمة؟ بس هم تضغطوا على التراك بياخدكم على مكان في الخريطة فيه هاي القائمة، بتضغط عليها وبتلعب المهمة اللي قايلينكم عليها، بتكون خلصت هاي المهمة. اسم المهمة ليك تاون Stronghold. طيب نحن هلا حنلعب هاي المهمة تبعيت مايكلز رانش، اعتقد هاي فوق بريد وود. اوكي بنسوي لها تراك، شوفوا كيف بيحطولكم على الماب انه لازم تروحوا لهذا المكان. طبعا نحن فينا نفتح الماب، بنروح على الريجنال او الريجن ماب او الورد حتى نشوف وين بدهم. بنجي لهون، نحن المهمة تبعيتنا هون. بما انه نحن فاتحين البرج بالمهمات السابقه اللي حطيت لكم اياها، فينا نروح دايركت تليبورت. تمام نحن الحين هلا وصلنا، اللي بدنا نسويه اعتقد بدنا برضه نزلونا بعيد بس يلا. حبينا ناخذ طريق مختصر لانه هي جبال. اوكي هذا الوحش اللي نحن بدنا نقتله، بس رح اشيل السياره ومحمد اذا بيعطيني الليدر برسل له ساعدني. طبعا هيك بيكون خالص. فيكم تشوفوا المهمة من هون، شو باقي عندكم ميشن. نحن بدنا نقتل الزومبي كلهم حتى نخلص هاي المهمة. في وحش تاني اعتقد صح؟ طب خلينا ناخد امو. المهمة من هون. طبعا هذا الاي كي من افضل الاسلحة حاليا باللعبة. اوكي اعتقد هيك المهمة بتكون خلصت، خلينا نشوف المهمة. بس اول شي بدي اشيل المارك من على الماب ديليت، وخليني افتح الباص، علامة الباص بعد في هيد لون. اوكي اعتقد هيك لازم تكون خلصة المهمة، خلينا نشوف الستوري. ايوه هيك بنكون خلصنا نحن هاي المهمة. ستارت شابتر، هاي المهمة جاهزة خلصناها. حلو اعطونا كوب من. وبنفتح هون كان في العلامة تبعت الباص.
عشان نقدر نسوي تليبورت، لأنه في مهمات قريبا حتكون. إنه I've marked a spot. بنسوي له انلوك. هاي الانلوك للفاست ترافل. تمام يا شباب، هيك بنكون نحن خلصنا المهمة تبعيت الشابتر 2، الجزء الثاني الأولى والثانية اللي دليتكم عليها. وحنلعب هلا نشوف، رح أحاول ألعب معاكم أفتح الشابتر كله، مش عارف لو ما طول المقطع. طيب خلينا نروح على المهمة اللي بعدها. عم يقول لك هون activate all normal road sign in Redwood، وهون عم يقول لك unlock stronghold road. بدنا نفتح كل هدلون الساينز أو العلامات أو اللي هي بمنطقة الريدوود. طيب حنسوي ترك، اعتقد بيحطونا لما يكون عندي شي مكان. في وحدة هون، ممكن نروح على هذا البيت، ومن البيت منروح على الساين ومنفتحها. هنن اربعة اعتقد. نجيب السيارة. احنا ما كان لازم ندخل من هون، بس عم نقدر نرجع نجيب السيارة اعتقد. شكلها بعيدة محطة الباص هاي. في صندوق خلينا نفتحه هون بالطريق. انا هاي اللي بدي اياها يا شباب. هون عم اقول لحالي انه ليش هيك بعيده. نطلع على السياره. نساوي لها انلوك. عم نشوف اللي بعدها. اللي بعدها هون. شو في أقرب مكان؟ في وحدة هون، ممكن نروح لهون. أوكي طيب، وبينما نروح لهون خلينا نحط على هاي مارك. ليش حطولي هون على البرج؟ انا ما بدي البرج، انا بدي الساين. هاي هي الساين. ليش جابوني على هذا البيت؟ السيارة تكسرت بدها تصليح. آه
نحن قربنا نوصل، طبعا حساوي هاي والباقي المهمات ممكن قلتلكن بدكن تكملوا تفتحوا انتو الاشياء هدلون، بتروحوا لعندها وبتسووا لها انلوك. وهي بنساوي لها انلوك يا شباب. طيب بيبقى عنا تقريبا ستة هنن، نحن سوينا أربعة بيبقى عنا تنتين، وشايفين هون المهمات بيحطوا لكم شو عنا مهمات بدنا نسويها. حاليا نحن عم نسوي هاي الرود ساين ترافل، بيبقى عنا تنتين بمنطقة الريد وود، وبيبقى عنا اللي قلت لكم عليه هون تبعية الساينز اللي بدكم تفتحوها. يعني دخلنا على تشابتر 2 ريتيرن تو ريد وود، نحن حاليا عم نسوي الساين هاي، وفي عندكم الساين اللي شكلها هيك كمان بدكم تفتحوا منها ثمانية، انا عندي اربعة بيبقى لي اربعة، ان شاء الله بسويهم بالمقطع الجاي ان شاء الله. ححط لكم المرحلة اللي بعدها او المجموعة اللي بعدها سرفايفل تريننج. ان شاء الله تكونوا استفدتوا يا شباب، لا تنسوا الاشتراك واللايك والديسكورد، الرابط موجود تحت في الوصف. اهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.